راحوا الغوالي يا دنيا، روحت النوم من عيوننا. وانت الثاني بس شاطر تحكي ولسانك ما فات لحلقك طول الوقت. شرف احكي لشوف ليش سكتت ولسانك ما عاد حكى. تفضل احكي. اسمح لي لك انك انت مجرم، انت عم تقتل فن جوات الانسان هذا، وهي جريمه سيحاسبك عليها التاريخ. يا صار انت جدك عم يحكك بدك تفوت على المنفرده. يا سيدي شوي سيدي تفضل. اللي بدك يا بسين خلص، اللي بدك يا بسين اللي بدك يا اوعى كون ها ما حدا يخالفني ولا بكلمه، كل كلمه بدي احكيها هي امر، فهمتوا؟ حاضر. يلا نشوف خلال 3 دقائق بدي اشوف كون نايمين. لوين 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 لوين؟ مو عاد تخوت حبيباتي، انزلوا، هذا كان من زمان تخوت، هلا بتبردوا بطانيه بالارض ناموا كل واحد على سيفه. يلا نشوف مكسوع الارض انت على سيفه. يلا ما تناقش فجأة بنموت من بردنا على الأرض. لا تناقش ذكي، خلال 3 دقائق بدي اشوفكم نايمين، يلا شوف. انتوا ما بتشوفوا الكلمة الحلوة، ما بتشوفوا غير العصاية. بدي اطمن عليكم ناموا. يا ربي شو طلع الضوء؟ شلون هيك صار معانا؟ ذكي ناوي نمري المي هات عليكم. شو هاد كسرنا تكسير. شو هالنومه بالطحبش؟ لك زكي رد علي، هدول ما بيجوا غير دعوه خطره يا بلادي. نفسك نفسك عم تعمل، نفسك عم تعمل، عم تفيلنا، شو دخلك انت؟ قوموا لحد هلا نايمين قوموا تلحقوا. هاي اسمع اللي تزوق وفهم وتعدي على حرية الآخرين. لحاجتك فزدك ايه واسمع شو رح أحاكيك والكلام للجميع. أنا من اليوم ورايح أنا المعلم هون وكلمتي ما بتنزل للأرض، فهمت؟ خلص مثل ما بدك انت المعلم، فهمنا. سيق من ايدي سيق. شوفوا لا انت وياه يا ويلو يلي بتفلحص معي، فهمتوا؟ أنا حكي طالع نازل ما بدي، لف ودوران ما بدي، بحكي الكلمة تتنفس فوراً، فهمتوا؟ قوموا لا ذكي، قوم وقف على حيلك، تعال عندي لهون، روز قوي لي بريق شاي على السريع، روح لا تناقش. حاضر. وأنت ولا؟ أنت لساتك قاعد؟ لا لا اسمعت ولا بسرعة احكي، لساتك قاعد أو تشتغل؟ لك يا عمي أنا فنان، أنا حساس حبيبي، كان شو بيشتغل؟ لا تحكي ولا كلمة، من امبارح لليوم ما لسانك ما فات لحلقة، بتروح بتلاقي لك شي مقشر بتنطف لي القاووس شغل على السريع. بس لا تناقش، روح اشتغل، روح. وأنت ويا ولا؟ قوم على حيلك قوم وقف، قوم رتبوا لي هالأسرة لشوف. يلا لشوف، بدي كل سرير يصير مثل كبريتي. يلا شيل البطانية من هون لشوف. لك يلي ما مربى ببيته ما بيربي قاووس، فهمتوا؟ الكلام الحلو ما بينفع معكم، بدكم عصاية انتوا، بعد هيك، بعد. يلا سليم حرك لي حالك شوي، يلا خلص لي بلا ما هيص. حاجات ما هيص. وانت ويانا كل واحد بشغله، بدي ارجع لهي القاوش مثل الفله. انا واصل مشوار لعند اخي زكي لهون ورجعان. يا حبيبتي الفن ولا زكي؟ لك انت شو قصتك؟ بالبيت بخيل، بالشغل بخيل، وهي بالسجن بخيل، حط سكر. حاضر. بدي الشاي يطلع افرك عجب 100% والا برجعك فيه، هي عمل لك. عمل وكتر لك. اسكت واشتغل. سليم لا تقرقر، لا تقرقر. تسلمني هالضحكة، أحلى كاسة شاي لأحلى معلم. اسكت بلا كونك ابن عي فاضي، اطلع صب شاي اطلع. حاضر. يعني أنا في شغلة مع أبو سلام، بدي أعرف شو اللي نصبك علينا معلم. شوف يا سليم، نتيجة لهالسؤال هاد أنت محروم من الشاي 3 أيام. ثانياً لأنك سألتني هالسؤال هاد أنا رح أجاوبك أخي. أنا معلم هون لأنه الدنيا مثل الكماليكا، يوم إلك يوم عليك. بقى أنا اليوم معلم، بكرة بجوز أنا المعلم كمان، لذلك قوم انضرب اقعد بالزاوية أحسن مليخك كف جيبك هنيك. مرحبا يا رجال. أهلين أهلين سهلين أهلين. قوم وقف على حيلك أنت وياه احتراما للعينتين. قوم قوم لك فصول وتعال عندي. قوم. هذا الحكي إلي يا خال. ايه لك قوم. بيظهر كتير زندك عم بيحكك، ما لقيت غير المعلم ابو الدراويش هو يجي لعندك. مو
وبس هيك رح ياكل قتل لحتى يفرق. معلش يا ابو الدرويش اللي ما بيعرفك بيجهلك. املو ابو الدرويش قوم. عيملو سليم لك بدي اسكت له لك. نحن بنهرب من مشاكل مشاكل بتلحقنا. سكت هذا عشان يجي ولا هلا رح اورجيكم قيمته. انا رايح اقدحه كفين وارجع فورا. طيب يا معلم. دخيلك معلم اقدحه كفين وارجع. كثير شايف حالك لك على الشخصيه. لك عمي شوف نحن بنحترم العضلات وبنحب العضلات بس يظهر انت ما بتعرف شغله. نحن ما بنعترف على حليب النيدو والكريم. نحن ما بنشرب غير حليب اطباع ولك. لك عشتوا 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 صرت الصوت ضبع ضبع. يلا رد علينا شوف رد علينا. وين لسانك اخلته العطار؟ لك اول ما فات خوفني طلع فاشول. فاشول هون هون عمي هون. لا تحكي مع الصعاليك احكي مع الرجال. يرضيف شو هاد؟ مثل رامبو يا رجل. بس شفريقي ها جمعي خلصان سوي يا لطيف. يا وحش طلع. سليم شو راح؟ راح 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 اطلع اخي اطلع لك انت اطلع امان لي طاري الفن بده تضحيه. اطلع 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 درويش. الحمد لله على سلامتك استاذ سليم. شو هالشكرات هيا ما بينمزح معهم منوب. اخ اصلح حولك وحواليك شفناك تحت وشفناك فوق. ردي غزالك عن طرف بستاننا وردي مين اللي كان عم يغني؟ إذا ما حدا بده يعترف بده يتعاقبوا كلياتكم. مين كان عم يغني؟ سيدي كل ما كنا عم نغني. لك شوفي مشان ايش هالصياح هاد؟ ليش هيك؟ شو هالضجيج هاد؟ انت اندفس وخليك نايم. بس هيك ما بيصير يا سيدي، لا بيهدوا لا ليل ولا نهار، رح يصير معنا انهيار عصبي. سليم وزكي عقوبة ساعتين بالمفردة، وإذا بتتكرر بتباتوا ليلة كاملة. يحيى العدل يا سيدي، تصبحوا على خير. إخراس أنت. أنا أخرس سيدي؟ يلا قوموا معي. مو حرام تفسد علينا يا فساد أنت، مو أنت اللي كنت عم تغني هي، شي بسيليني وما سيليني أنت المرة. سيدي الله يخليك مالك سامحنا هالمرة ما عاد نعيدك. معليش زكي الفن بده تضحية. لك تضحية ما تضحية ما لقيت تضحي غير بالمنفرد انت التاني. يلا امشي قدامي حاج طول حكي. يلا ماشي ماشي بس تنحط العود. يا
كثير، ليش ما جابوهم لهلا؟ هلا بيجيبوهم امي. على كل حال احنا مالنا رايحين لحتى نشوفهم. درويش اهلين اهلين امي، اشتقت لكم. عم يبوس ايدك درويش. منيح اللي جيتوا، اشتقت لكم كثير انا. شلونك بدريه؟ بردي شلونك انت، شو اخبارك؟ منيح يمكن منيح، والله ما بعرف شلونكم انتوا. وينو زكي، ليش ما اجى معك؟ زكي؟ زكي عند خالته. شو اخذ زكي هلا عند خالته؟ عند خالته تحت. شو عم تحكي انت يا درويش؟ انا هلا ما بمزح معك. وينو زكي؟ يو علينا، ليش هيك ما عم تصدقيني بدريه؟ عم اقول لك عند خالته تحت. لك ابني زكي ما عنده خالات، شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ بعدين احنا طالبينكم انتوا اثنين، ليش ما اجى معك؟ صهرك شيلي ايدك منه، مو تمام التمام. شو هالكبه؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ حاجة بقى، قلنا وينه؟ تحت بالابو، حطوه بالمنفردة. ولي على قامتي؟ ولشو المنفردة؟ ليش شو عامل؟ صاير عم يعمل مشاكل لأنه عاقبوه وزتوه تحت، على فكرة هو اللي ضربه لطيفور. ها؟ معناها انت اكيد عامل لك شي فتاشه ولازاب ظهره لحتى حطوه بالمنفرده. خرزم لي بدريه، لو ما كنت بالسجن هون كنت ادحتك كف وسديتك برات السجن، فهمتي؟ انا اخلاقي حميده، سالي الشرطه عني. امي يعني ما رح نقدر نشوفه لزكي هلا؟ مستحيل يا امي، لا تعذبوا حالكم، لانه لبين ما يطالعوه من الابو بدهم للمساء. طيب مبين امي رح تخلص الزياره، يلا بدنا نمشي نحن. خذ تقبرني. هيك أكلات. يسلم والديك. والله خفت عليكم ولا تموتوا من جوعكم. يلا أمي خاطرك. الله معك، مع السلامة. صحيح تذكرت، المعلم طيفور بكرة بده يسقط حقه. حلو. خلصت الزيارة. جايين أخي جايين. خاطرك أمي، سلم لي على زكي تقبرني. الله يسلمك، تيسروا. درويش تقبرني إن شاء الله. طعمي معك يا زكي، مو تاكل ولا حالك. خلص ولا يهمك بدي، يلا اطلعي خلصيني. خاطرك. جبل آدم وجبل حواء وجبل هاي، الوش من طلبة السمراء يا زكي. لك بلا زكي بلا بطيخ، خلا بيرزعونا عن منفرد انت التالي. شرف صاحبك. سواد هدول شوية أكل جابت لنا ياهم أم درويش وبدرية. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم بحكي، عن مزح لك؟ بدونا ما سألتك عني. امبلا سألتني عنك، قلت لها أخذوه لتحت عن منفردة لأنه مشاغب وأخلاقه مو تمام. ولك أخص عليك أخص عليك، أنت من يوم يوم أطبابي وتسد الظهر فيك، واحد نمام. أنا؟ إيه أنت، يعني ضروري لو تسوي هاي اللوحة قدام مدرية. شو بدك يعني أعمل؟ يعني بدك يعني أكذب؟ ما تحكي يا سي، هلا بطلت تعرف تكذب انت الثاني. شوف من يوم رايح لا تحكي معي ولا بحكي معك، انا بنوب كل المشاكل من تحت راسك. خلص يا عمري انت ويا شو بكون؟ يعني ضاعت ولقيناها وما في داعي توصل بيناتكم للشيطان الرجيم، انتوا رفقانك شو بكون؟ ما شفت اصلا سوى سمعتي قدام مرتي وقدام حماتي. شوف زكي يظهر انت المنفرده ما ادبتك، انا قايم ناجي للشرطي خليني رجعك لهني. لك لا لا يا شرطية، دخيلك 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 بوس ايدك، خلص تومي ما عاد عيدك. ماشي الحال يا زكي، انا بارجيك. طول بالك يا عمري، خلاص انا بكفله. تكفله؟ ايه. حط ايدك على شواربك. ها رضيت؟ ماشي الحال. اكيد اكيد ماشي الحال. يا اخي تاني الخوف بخوف، اوعكم ها اوعى حدا يغلط معي غير بالمنفرده ما بقعده. بنتي شو بكي؟ وقت ما رجعنا وانت قاعدة لحالك وزعلانة وحاطة الحزن بالجرن، شو ما حدا حبس غير جوزك لك امي؟ قومي حبيبتي قومي، الله يرضى عليكي، غسلي وشك كليلك لامي، قومي. مالي حسنانة؟ شو هالحكي امي؟ قومي الله يرضى عليكي، قومي حبيبتي قومي. تعي 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 حبيبتي تعي. ابن عمي؟ مري. ما هي امور عليك ظالم؟ بدي اسألك شو صار بهدول المكاري اللي اشتريته؟ ما صار فيهم شيء، واقفين. شو السبب؟ مالهم شفرية. طيب شوف لك شيء اثنين يشتغلوا عليهم احسن مالهم واقفي. لنشوف هالكم يوم، يا منبيعون يا منشغلون. انا وانتي يا سمراء والحب مدري وين صرنا وطار،
حلم الفستقي ولك رايت الدنيا ساعة ونحنا عقربين تاكل ساعة بقلب ساعة نلتقي. لك شو بكن يا شباب؟ قلت لكم خلاص بكرة أنا طالع من السجن ورايح لعند طيفور بيك، استسمحوا رجعكم على الشغل؟ لا، اوعك سليمة، نحن ما بقينا نشتغل مع طيفور نهائيا. لا استحيت ما نشتغل مع طيفور نهائيا. لك أخي قليل اللي سوا فينا، ما شفت نزعنا مستقبلنا يا أخي. شلون يعني تنزع مستقبلنا؟ لك مو فوتنا على السجن، صرنا خريجين حبوس ما عاد حدا يشغلنا. كمل أبو السلم كمل. بدكم مني شيء سيدي انا رايح؟ لا ما عاد بدنا شيء، نحن اليوم بنطالع وبعد ما ناخذ اليوم تصاريح. شكرا سيدي. الله السلام الله. عليكم. مع السلامة. الو مين؟ لحظة لحظة لشوفها إذا هون ولا لا. أمي أنت هون؟ يو وين بدي يكون لك؟ مين؟ المعلم طيفور على التليفون. معلم طيفور؟ طولي بالك. ألو معلم طيفور؟ أهلين كيف صحتك؟ ولك اشتقت لك يا روحي، دخيل الصوت الناعم اللي أنعم من متور المازوت. صورتك ما عم تفارق خيالي، بفتح الطبون بشوفك قدامي، بصلح البواجي وبفكفكها بتطلعيني من الكهرباء من بين البواجي. إن شاء الله إن شاء الله. لك شو غيرت رأيك مدرويش؟ آه لا يو شو غيرت رأيي؟ بس يعني هلأ قصدي يعني هلأ مو وقت هالحكي. ايه نحكي بعدين. خلص خلص نحكي بعدين. بدي اسألك شو صار بشو اسمه بابني درويش وصهري زكي؟ ليش ما وصلوا لهلا؟ ايه انا كرمال عيونك الحلوة رحت بنفسي وطالعتهم. ان شاء الله منرد لك اياها بالافراح يا رب. بيرجع اوه رجعوا طاقة عينيهم اوه بترماني اوه عم دولفاني اوه حلفنا ما نطفى اوه يجي زكي بالسلامة بك حاجتك ما مبسوط بحالك حاجة زغرتوله وتهيسوله ما هو اصل البلا كله انا اصلي بلا كله لكل المشاكل اصلا من تحت راسه هو انا ولا زكي ليش مين اللي ضربه للمعلم طيفور على راسه لك انا صحيح انا اللي ضربته على راسه بس ضربته عن غير سبق اصرار وتعمد هديك سمعتي امي كله من تحت راس ابنك درويش ايه اصلا انتو المجاري جاريه من تحت راسكم وما بتعرفوا شيء اسكت اصلا كشفت على حقيقتك كلهم صاروا يعرفوك وفساد حماتي كمان على علاته فسد علي وخلاهم يحطوني بالمنفرده مع الفيران هيك طلع معك يا ابو الزيه طيب ماشي الحال انا راح احكي كل شيء وخلي الامور تتلخبط فوق بعض البعض وهيك بتكون براقش جنت على نفسها اسمعيني منيح يا بدريه وانت كمان يا ام درويش اسمعوني كلكم وفتحوا عدنيكم كل المشكله اللي صارت من شانك انت يا بدريه من شاني انا ايه من شان جوزك المحترم يتلصلص على النسوان بالكراج لك يا عيب الشوم عليك وحده مره ماشيه لحالها بالكراج شو بدك فيها لك قليل ادب جوزك ايه كل الناس اللي كانوا بالكراج شافوه ما عدا المعلم طيفور كان عم يشرب شاي ايه سكوت ولا حرف لا تحكي يخرب بيتك وكانت الحب والمغازله واللصلصه شغاله لابو موزه والمبادله 100% انا ولك ابو الدراويش رجاء ولا زكي لا تقطعني لحتى اخلص كلامي ها
لك بدورة بدورة حبيبتي، لا تصدق هالحكي، هذا الشيء ما صار بنوم. حماتي الله وكيلك، الله وكيلك، كذب بكذب. كمل أخي، شو صار كمان؟ أنا شفت هالشوفة وصار العرق يضرب بالقرائط أدنية، يخرب بيته، لك مرارتي تقطعت وتهتكت أعصابي وصرت أجهش بالبكي، ابكي واجهش. شو جهشت جهشان؟ وليش أخي؟ لك شلون ليش؟ شلون ليش؟ واحد عم يشوف بيت أخته عم ينخرب من جميع أركانه، ومن مين؟ من أقرب الناس له. أخ يا زكي، كسرت لي ظهري، بس ولا يهمك يا بدرية، أنا وصلت بالوقت المناسب لحتى أمنع هالكارثة من أنه تصير. ومن هون نشبت الخلافات بيني وبين زكي، وهذا اللي صار بالحرف الواحد يا أختي المغدورة. لك أخ شو الواحد يحكي؟ اتفي عليك واحد ما بتستحي. لك يا عيب شو مالك؟ عم تبصبص على النسوان وأنا قاعدة هون كلانة يمك. لك لا تصدق الحكي، كله كذب بكذب باكل الصار. أخي درويش ما بيكذب ما بيكذب. حماتي حماتي الله يسترك فهمية، فأنا بشرح لك كل شيء صار بالتفصيل. روح أليام أمنة بالرجال مثل المي بالغربال، أنتوا رجال ما بتأثروا إذا صح لكم شيء. لك أنا الحق علي، أنا الحق علي اللي بنت اتجوزك. حماتي ماشي، أنا كذاب وأكبر كذاب. طيب المعلم طيفور ما بيكذب، روح اسألي له شو صار. يا روح يا، أنا ما دخلني، تصف له ممكن له. ولا درويش، ولا درويش، أنا هيك عملت، أنا هيك عملت. اكتفي عليك. الله لا يوفق، نزعت لي فرحتي من ليلة السعيدة. ليلة سعيدة؟ ليش السفي سعيدة؟